إلى متى ستستمر المساعدة المالية والنفطية الخليجية لمصر؟ سؤال يشغل بال المصريين قبيل وصول رئيس جديد لسدة الحكم. فبعد عزل مرسي في يوليو الماضي، أغدقت دول خليجية على مصر ب12 مليار دولار مساعدات، يأمل المرشح الأقرب للرئاسة في استمرارها موجها كلمات شكر لداعميه. هيدونا تاني؟ هم 12؟ أكتر شوية؟ أكتر كتير. تعرف الرقم الحقيقي. أكتر كتير. وخليني أقول لك وأنا قاعد، ودي فرصة، أنا كمواطن مصري بتقدم بكل الاحترام والتقدير والشكر لجلالة الملك عبد الله كبير العرب. وبحسب تقرير لبنك أوف أمريكا، فإن مصر ستحتاج إلى مساعدات جديدة العام المالي المقبل بنحو 12 مليار دولار للحفاظ على استقرار ما بحوزتها من احتياطي نقدي. التقرير توقع أيضا زيادة الدعم الخليجي بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية لخلق أجواء من الثقة بين المواطنين في تعهدات الرئيس الجديد. لكن ذلك يأتي مناقضا لما ذكره وزير المالية الإماراتي قبل أيام بأن بلاده لا تنوي تقديم مساعدات مالية إضافية لمصر في الوقت الحالي. ودعم تصريحات الوزير خبراء اقتصاديون رجحوا عدم استمرار دعم الخليج طويلا، خاصة وأن الستة أشهر الأخيرة لم تشهد تقديم مساعدات كبيرة لمصر بخلاف ما تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الانقلاب. شهدنا يعني طفرة ودفع للمعونات مع بداية الانقلاب، وشفنا الأرقام اللي كانت بتتكلم على الستة مليار اللي كانت وديعة عند الجانب المصري أو بتتحول إلى قرض، لكن لم نشهد فيما يخص في الربع الثاني أو الربع الثالث من عهد الانقلاب نفس الدفعة من المعونات الخليجية. واقتصر الأمر يعني خلال الشهور ما بعد سبتمبر حتى الآن على المعونات في المنتجات البترولية فقط. إذن هي معادلة صعبة تشير في كل الأحوال إلى أن الرئيس المصري القادم سيكون في أزمة حقيقية بسبب أوضاع اقتصادية متردية وسط مخاوف من إغراق البلاد في دوامة أكبر من ديون تتحملها أجيال متعاقبة.